السياسة يطبق القانون، القانون الانتقالي اللي ينظم اللي هو الدستور الصغير، ماذا على ماذا ينص في هذه الحالة؟ أن رئيس الحكومة يقدم استقالته، وعندئذ رئيس الدولة يدعو من يمثل الكتلة الأكبر في المجلس التأسيسي ويكلفه بتشكيل الحكومة باقتراح رئيس الحكومة. أي باقتراح، ولأنه نحن ملتزمون، نحن الذين سيكلفنا، لأننا ملتزمون بخارطة الطريق، فالذي انتهى إليه الوفاق الوطني، الشخصية التي انتهى إليه الوفاق الوطني سنأخذها إلى رئيس الدولة ليكلفها، وعندئذ تبدأ العملية، هذا المكلف يكون حكومته ويعرضه على المجلس الوطني التأسيسي، هذا هكذا القانون. أسبوعين. لا ابتداء من يوم انطلاق يوم تكليفه، يوم تكليفه من طرف رئيس. نعم شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم.